السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود مجدي من تراك الديجيتال ديزاين والإمبيدد سيستم في فريق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أزكس. أهلا بحضراتكم معانا في ورشة الديجيتال ديزاين يوزنج الفيريلوج اتش دي ال. ده إن شاء الله تاني سيشن لينا مع بعض. كنا اتكلمنا في السيشن اللي فات عن انترودكشن كده بسيطة عن الفيريلوج، ليه انا بستخدم الفيريلوج، واتكلمنا برضو عن حاجة اسمها الابستراكشن ليفلز بتاع الفيريلوج. كنا قلنا ان هما كانوا تلاتة ابستراكشن ليفلز، منهم مهمين جدا كان الديتا فلو، وكان البيهيفيرال ليفل، وكان الجيت ليفل. وان شاء الله النهارده نتكلم بالتفصيل عن التلاتة دول. وبعد كده كنا اتكلمنا عن الديزاين والتول فلو، ان ازاي انا ببدأ اعمل سيستم ديجيتال كامل باستخدام الديزاين والتول فلو. وبعد كده اخر حاجه اتكلمنا خالص عن البرنامج اللي احنا كنا عايزينه، قلنا ان احنا لازم نكون مسطبين برنامج الموديل سيم عشان نقدر نشتغل على عليه، يعني عشان نبدا نكتب البرامج اللي احنا هنعملها باستخدام الفيريلوج ان شاء الله. ده تاني سيشن لينا مع بعض. هنبدا نتكلم في السيشن ده عن الديفينيشن اوف موديول، هو الموديول وازاي بنعمل موديول في الفيريلوج. وبعد كده هنتكلم بقى عن التكنيكس المختلفه في الموديلنج اللي بنعملها. احنا عندنا بيكون في الفيريلوج اكتر من نوع من الموديولز على حسب الديزاين بتاعي، وعلى حسب انا هستخدم الموديول ده في ايه، والسيستم بتاعي يناسبه انه موديول. بعد كده هنتكلم عن الفيريلوج سينتاكس والسيمانتكس، واخر حاجه ان شاء الله نتكلم عنها مع بعض هي الداتا تايبس بتاعه الفيريلوج. اول حاجه عندنا هو الديفينيشن بتاع الموديولز. ايه هو الموديولز؟ مبدئيا كده الموديولز ده هو البيزك بيلدينج بلوك بتاع الفيريلوج. يعني ايه البيزك بيلدينج بلوك؟ ان انا بكتب الديزاين بتاعي جوه الموديول ده. الموديول ده بيكون عباره عن بلوك كده كبير، مثلا ممكن نعتبر ان ده البورده بتاعتنا، وانا بوصل على البورده دي الحاجات بتاعتي. عايز بقى احط في الديزاين اند جيت، وعايز احط في ليف فلوب، والكلام ده كله، كل ده انا بعمله جوه تعريف الموديول او جوه الموديول بتاعي. تمام. الموديول بنعرفه في الفيريلوج بالكي وورد اسمها موديول، ولازم تكون هي كلها اللور كيس. تمام. بعد كده بينتهي الموديول بتاعنا، بتبقى بدايته كلمه موديول ونهايته الاند موديول، والاتنين برضو اللور كيس. تمام. طبعا المفروض ان الموديول الواحد ممكن اعمله انستانشيت لانذر موديول، بمعنى ان انا ممكن اعمل اتنين موديولز جوا بعض. يعني مثلا انا عندي اتنين موديولز مع بعض، تمام، وانا عايز مثلا الاتنين دول يكونوا بيعملوا حاجة اكبر. يعني مثلا اتنين اند جيت مع بعض مثلا، وبعد كده مثلا في اتنين ناند مثلا، فممكن اجمع ده كله مثلا واعمل منهم هاف ادر مثلا او فول ادر على سبيل المثال. يعني فانا ممكن اخد الموديول اللي فيه الاتنين الاولانيين مع الموديول اللي فيه الاتنين التانيين، واجمعهم مع بعض واعمل لهم موديول اكبر. تمام. او ممكن ان انا اعمل كونكتنج للتست بنش بتاعي. لو انا معايا ديزاين معمول اصلا وانا عايز اتست الديزاين ده واشوف هو شغال صح ولا لا، بعمل له حاجه اسمها التست بنش. فعشان اوصل التست بنش ده بالموديول بتاعي بعمل له حاجه اسمها انستانس نيم، بحيث ان هو يبدا يعرف ان الانستانس نيم ده واخد نفس اسم الديزاين بتاعي، وبالتالي ابدا انفذ التست بنش اللي انا هعمله على الديزاين ده، ما يعملش على ديزاين تاني مختلف. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي الموديول بتاعي بيتكتب في الفيريلوج. اول حاجه انا بكتبها خالص، بكتبها كلمه موديول، دي كي وورد متعرفه في اللغه اصلا. يعني احنا لو جينا نكتبها على الموديل سيم هنلاقي الكي وورد دي متلونه باللون الاحمر. تمام. بعد ما بكتب موديول بكتب المود نيم. يعني انا مثلا عايز اعمل فليف فلو، فبقوم كاتب موديول، بعد كده بكتب مكان المود نيم ده بكتب اسم الديزاين اللي انا عايز اعمله، مثلا عايز اعمل فليف فلوب او ميموري او ايا كان. بعد كده بكتب البورت ليست. البورت ليست دي عباره عن الانبوت والاوتبوت بتاعت الديزاين بتاعي. يعني لو انا معايا اند جيت مثلا داخل لها A و B وخارج منها C، فانا بكتب في البورت ليست ده ان انا معايا التلاته بورتس، الاتنين بتوع الانبوت A و B وبتاع الاوتبوت C. تمام. بعد كده بكتب الديكلاريشنز. الديكلاريشنز دي ممكن تكون بقى الانبوتس او الاوتبوتس او الان اوتس بتاعتي. يعني مثلا على سبيل المثال في الاند اللي احنا قلنا عليها، لو انا معايا مثلا A و B دول انبوت، فانا بقوم كاتب كلمة انبوت وبعد كده كاتب بعدها A و B، ولو انا معايا مثلا C اوتبوت بكتب الاوتبوت بتاعي وبعدها بحط C. فهو كده في البرنامج عارف ان انا عندي الاتنين انبوتس بتاعي A و B، وال C هو الاوتبوت بتاعي. كان برضو اعرف الانبوتس والاوتبوتس بتوعي على انهم واير او ريجسترز،
ودول داتا تايب هنتكلم عنهم في اخر السيشن ان شاء الله. ممكن برضو جوه اكتب الستيتمنتس. عندنا حاجه اسمها بروسيجر بوكس زي الانيشال والبيجين والاولويز، الحاجات دي احنا هنتكلم عليها برضو قدام، ولكن من دي مبدئيا كده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها جوه يعني، او الداتا فلو ستيتمنتس يعني. دي زي مثلا معادلات البوليان الجبرا مثلا، لو انا عايز اقول ان الاي اندد مع البي والاتنين دول مثلا اور مع حاجه تانية، البوليان الجبرا دي او المعادله دي ممكن اكتبها جوه الموديول، وطبعا بننتهي بالاند موديول. طب تعالوا كده نشوف مثال عملي احنا كاتبين فيه موديول كامل. فعلى سبيل المثال مثلا اللي قدامنا ده موديول لمالتبلكسر 4 في 1، يعني مالتبلكسر ليه 4 inputs وليه output واحد بس، بيكون فيه طبعا 2 selectors. فهو مثلا بدأ أول جزء في الموديول بأن هو كتب موديول، ده التعريف، كلمة ده الكيورد التعريف بتاعنا، وبعد كده كتب المود نيم اللي هو الماكس 4 في 1، بعد كده بدأ يحط البورت ليست بتاعتي. فأنا عندي 4 inputs، فأعرف إن الانبوتس بتوعي من N0 لN3، يعني N0 N1 N2 N3، وبعد كده في طبعا البورت التاني اللي هو بتاع السلكتورز، فأحط سلكت 0 سلكت 1، وبعد كده حط البورت بتاع الأوتبوت اللي هو أوتبوت، بعد كده بقفل بسيمي كولون، وبعد كده بدخل على الجزء التاني اللي هو الديكلاريشن. في الديكلاريشن هو بدأ يعرف الانبوتس بتوعي اللي هو عندي الـ4 inputs من N0 لN3، وعندي برضو السلكتورز دول inputs لان انا اللي بطبق عليهم 0 او 1 في الديزاين، والاوتبوت طبعا وعرف الاوتبوت هنا كريجستر علشان الاوتبوت قيمته بتتغير طبعا تبعا لقيمة الانبوتس بتوعي. طيب وبعد كده دخل على جزء الستيتمنتس. عندي always block. الاولويز بلوك ده procedural بلوك احنا هنتكلم عنه قدام، ولكن مبدئيا الاولويز بلوك السينتاكس بتاعه ان هو بيبدأ بالويز وبعد كده begin وبعد كده end. المفروض ان الاولويز بلوك بتاعي ده بيتنفذ لو اللي جوه القوسين دول كده اللي هو السنسيتيفيتي ليست دي كده، تمام؟ لو السنسيتيفيتي ليست دي كده اتغيرت فهو بينفذ الحاجه دي، تمام؟ بمعنى ان مثلا لو هو بيقول لي always at، يعني دايما لو ال N0 وال N1 او ال N2 او ال N3 او select 0 او select 1 اي حاجة فيهم اتغيرت، انا هبيجن هبدأ اشوف بقى الكيسز اللي عندي جوه. دي كيس ستيتمنت، حاجة كده شبه بالسويتش كيس في السي مثلا او السي بلس بلس. فانا هبدأ اشوف لو حصل تغير في اي حاجة من اللي جوه السنسيتيفيتي ليست اللي هم القوسين اللي بعد اد دول، اي حاجة فيهم اتغيرت انا هبدأ انفذ اللي جوه البيجن اند، تمام؟ يعني مثلا اول كيس انا عندي select 1 والسلكت 1 والسلكت 0. لو السلكت 1 والسلكت 0 الاثنين واخدين 0 0، ففي الحاله دي انا هعرض ال N0 على الاوتبوت. طيب لو السلكت 1 واخد 0 والسلكت 0 واخد 1، فانا هعرض في الحاله دي ال N1 على الاوتبوت. طيب اخر حاجه مثلا لو انا الاثنين اللي هو السلكت 1 والسلكت 0 واخدين كل واحد فيهم 1 و1، في الحاله دي انا هعرض ال N3 على الاوتبوت، والحاله الديفولت بتاعتي ان الاوتبوت يكون هو الاوتبوت، يعني ما تغيرش فيه حاجه يعني، تمام؟ وقال assign ان الاوت يساوي الاوبي، تمام؟ assign ان الاوتبوت بتاعي هو الاوبي ده، عشان اقول كده حاجه شبه مثلا ان انا عملت الريزلت مثلا بتساوي A بلس B، وبعد كده قمت قايل مثلا ان المجموع بيساوي الريزلت، فدي حاجه زي تعريف كده ثابت. assign دي معنى كده ان انا اديت ان الاوتبوت دايما بيساوي الاوبي كحاجه كونستنت دايما يعني ما تتغيرش. واخر حاجه خالص اخر جزء اللي هو كان الاند موديول. طيب تعالوا كده مع بعض ننفذ الكلام ده على برنامج الموديل سيم. فاول حاجه هنعملها هنروح رايحين كده نفتح الموديل سيم. اول حاجه بندوس جامب ستارت، بعد كده كريت ا بروجكت، بعد كده بنكتب اسم البروجكت مثلا وليكن هنسميه موديول، تمام؟ بس اهم حاجه نكون فاكرين كويس قوي احنا كاتبين حروف A كابيتال و A سمول وسايبين مسافات او لا، عشان لازم نكتب نفس الاسم ده بالظبط بعد كده، تمام؟ بعد كده هنكريت نيو فايل، بعد كده نختار التايب فيريلوج ونكتب نفس اسم الموديول بتاعنا موديول، تمام؟ بعد كده ندوس اوكي.
بعد كده هنكلوز الكلام ده، وبعد كده نفتح البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا فتح بالشكل ده. فأول حاجة احنا بنكتبها طبعا، قلنا ان هو موديول، ادي موديول. بعد كده هنكتب الاسم مثلا ماكس، وليكن 4 في 1 مثلا، تمام. بعد كده هنحط البورت ليست بتاعتنا. فهنا مثلا هنحط ال N0 وال N1 وال N2 وال N3، وبعد كده هنحط ال select 0 وال select 1، وبعد كده هنحط ال output بتاعنا. كده احنا كتبنا البورت ليست وعرفنا الموديول بتاعنا. المفروض ان احنا بننتهي ب end module، نكتبها عشان ما ننسهاش، وجوه نكتب بقى براحتنا اللي احنا عايزين نكتبه. فبعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنكتب التعريفات اللي احنا عايزين نعملها، الديكلاريشنز بتاعنا. فاحنا عندنا الانبوتس بتوعتنا، اول حاجه الاربع انبوتس ان 0 لحد ان 1، فاحنا هناخدهم بس كده كوبي، تمام، وننزل تحت نعمل لهم بيست. بعد كده سيمي كولوم، بعد كده نكتب الاوتبوت بتاعنا هو اسمه out، تمام. بعد كده عايزين نكتب الفانكشن اللي بتحصل او الماكس ده هيعمل ايه. فاحنا قلنا ان احنا هنكتب always block، ف always block بيتكتب كده always at. بعد كده بنكتب sensitivity list بتاعتنا، فاحنا هناخد دول برضو كوبي وننزلهم هنا. ولكن ما بين بدل ما احنا عاملين بدل بين كل واحد كام، هنكتب اور عشان لو اي واحد فيهم بس اتغير، يعني مش شرط كلهم يتغيروا مع بعض، اي حد فيهم بس يتغير هن ننفذ اللي جوه ال always block. بعد كده ال always لازم نكتب لها begin end. begin end دي زي كده اقواس الفانكشنز مثلا في السي او السي بلس بلس، عشان يبدا يعرف ان الحاجات دي موجوده جوه ال always block. فاحنا قلنا always at الكلام ده، المفروض ان اللي هيحصل هنعمل بقى كيس، تمام، عشان ندي مثلا بدل ما انا اقعد اقول ادي في كل مره للسيلكت كذا والسيلكت 0 كذا والسيلكت 1 كذا فانت تعمل كذا، لا احنا هنعملها كيسز عاديه، تمام. ونبدأ نكتب الكيس بتاعنا. طبعا احنا دلوقتي مش لازم نعرف بالتفصيل طبعا الحاجات دي بتتكتب ازاي لان هتيجي بعد كده، لكن كل المهم دلوقتي ان احنا نعرفه ان احنا عندنا الموديول بيتعرف كموديول. بعد كده لازم نكتب اسم الحاجه اللي احنا هنعملها، بعد كده البورت ليست، وبعد كده بنعرف جوه الانبوتس والاوتبوتس بتاعتنا، وبعد كده بن اند موديول، تمام. احنا لو جينا سيبنا الكلام ده على كده مثلا وقمنا مسيفين وقمنا عاملين كومبايل، الكلام ده سكسيسفول. فطالما الكلام ده سكسيسفول كده احنا الموديول بتاعنا شغال مفيش فيه مشاكل، تمام. طيب نرجع تاني، بعد كده ندخل على حاجه اسمها الموديلنج تكنيكس. احنا عندنا اربع انواع من الموديلنج تكنيكس، عندنا السويتش ليفل موديلنج، وبعد كده الجيت ليفل موديلنج، وبعد كده الداتا فلو، وبعد كده البيهيفيرال، تمام. طبعا احنا عارفين ان البيهيفيرال ده الهايست ابستراكشن ليفل، والسويتش ليفل ده اللوست ابستراكشن ليفل. تعالوا كده نبص على السويتش ليفل مثلا. ففي السويتش ليفل هنا المفروض ان الجيتس بتاعتنا اللوجيك جيتس دي معموله من ترانزستورات او فيت مثلا، تمام، كالكترونيك كومبوننت بقى. ففي السويتش ليفل هنا انا ببدا اوصف الجيت دي من جوه متكونه من ايه. فعلى سبيل المثال مثلا لو انا هتكلم عليها نوت جيت مثلا، في المثال اللي قدامنا ده المفروض ان النوت جيت دي داخل لها اكس كانبوت وخارج منها الاف اللي هي اكس بار كاوتبوت يعني. فانا ببدا اعرف اعمل الموديول بتاع النوت جيت ده، تمام، بقول مثلا موديول، بعد كده انا هعمل نوت جيت. بعد ما اعمل نوت جيت المفروض اكتب البورت ليست بتاعتها الاكس، وبعد كده الاف، الاكس ده انبوت، وبعد كده الاف ده اوتبوت، وبعد كده هاند الموديول بتاعي ده. كده انا عملته الموديول بتاع النوت جيت دي كده لوحدها كلوجيك يعني. طيب لو انا عايز اعمل بقى الموديل ده او الموديول ده يعني عايز اعمله
كسويتش ليفل موديلنج، فالمفروض ان انا هكتب بقى النوت جيت دي من جوه بتتكون من ايه. فعلى سبيل المثال مثلا لو انا بصيت في السيركت اللي في الفيجر ايه، هلاقي ان انا عندي الاكس داخل كاتنين انبوتس للاتنين موس اللي معايا، وعندي الفي دي دي برضو، وعندي الجراوند، وعندي الاوتبوت اللي هو الاف اللي هو عباره عن الاكس بار، وعندي اتنين موس، عندي بي موس فيت وان موس فيت. فانا مثلا لو جيت ابص على الانترنال ديكلاريشن مثلا اللي جوه بقى، التعريفات اللي جوه اللي هي الانبوتس والاوتبوتس مثلا، فانا عندي الفي دي دي تمام، ده سبلاي، جراوند للموس ان ده برضو سبلاي، فانا ممكن اقول ان ده سبلاي 1 وده سبلاي 0 تمام، وادي لكل واحد فيهم ديكلاريشن بتاعه. السبلاي 1 والسبلاي 0 دي كي وورد موجوده جوه الفيريلوج، تعريف على ان ده حاجه فولتج، يعني السبلاي ده الفي دي دي ده بيدي فولت للموس الاولاني، والجراوند ده الجراوند بتاع الموس التاني تمام. بعد كده ببدا اتكلم بقى على البادي بتاع النوت جيت نفسها او اي جيت بقى كانت معايا. فانا عندي مثلا موس في الجزء العلوي من النوع بي، وعندي موس في الجزء السفلي من النوع ان، فببدا برضو اعرف الكلام ده. فهقول مثلا بي موس دي له مثلا اسم بي 1 تمام، والبي موس دي برضو والان موس الاثنين دول برضو كي ووردز موجودين اصلا جوه الفيريلوج تمام. عندي البي 1 داخل لها انبوتس الفي دي دي والاكس، وخارج منها اوتبوت الاف، وعندي الان 1 برضو داخل لها الجراوند وداخل لها الاكس وخارج منها الاف. فانا طبعا بكتب لما باجي اكتب الموديول بتاع الجيت بكتب المفروض الاوتبوت الاول، بعد كده بكتب الانبوتس بتاعتي. ده طبعا ليفل بدائي جدا جدا جدا، وفي الغالب الليفل ده بيستخدمه بتاع الانالوج، لان بتاع الديجيتال ما بيدخلش في تفاصيل الجيتس من جوه لانه مش محتاج يدخل في التفاصيل دي طبعا. بعد كده بنعلى ليفل اللي هو الجيت ليفل موديلنج، ده يعتبر ده بدايه الشغل بتاع الديجيتال تمام. فالمفروض ان انا هنا بعمل الفانكشن بتاع بكتب الفانكشن بتاع الجيت بتاعتي، وبكتب لو في ديلي بيحصل في الجيت ده. احنا عارفين ان كل جيت معانا في السيستم مفروض بيحصل لها ديلي بعدد معين من مثلا المايكرو سكندز، ملي سكند، اي كان بقى ايا كان، بس اي جيت في الدنيا معروف انها لها ديلي لما تيجي تعمل سيميوليشن او رن للسيستم بتاعك. طبعا الاند والناند دي اللوجيكال عادي، الاند والناند والاور والنور طبعا برضو اللوجيكال، اور ونور عادي. وعندنا الباف، الباف ده البافر، والنوت برضو ده الانفرتر. عندنا بقى الباف اف 0 والنوت اف 0 ده اللي هو تراي ستيت بافر، تراي ستيت، تراي ستيت بافر وذ لو انيبل تمام. الانيبل بتاعه بيبقى 0، يعني انا لما ابلاي 0 عليه بيشتغل. وباف اف 1 ونوت اف 1 ده برضو تراي ستيت بافر بس هاي انيبل، يعني لما اطبق عليه واحد كلوجيكال بيشتغل تمام. ازاي بقى انا بكتب الجيت بتاعتنا؟ الجيت انا بكتبها بالشكل الموجود تحت خالص ده اللي هو اند، ده اسم الجيت اللي انا مكتبها، ده بيبقى متعرف برضو. لو جينا مثلا بصينا على التعريف ده في الموديل سيم، لو جينا كتبنا هنا مثلا كلمة اند، فاند ظهرت بالاحمر، فمعنى كده انها متعرفة جوه تمام. لو جينا مثلا كتبنا سبلاي زيرو مثلا، ده كده متعرف اهو. جينا مثلا كتبنا سبلاي 1 ده برضو متعرف، فالحاجات دي موجودة جوه. هو الفيرولوج تلقائي بيفهم دي ايه، يعني لما انا كتبت اند فوق كده ده فهم ان هو جيت اند، ولو جيت مثلا كتبت اور هو فهم انها كده نوت مثلا، بعد كده نور، اي جيت هنلاقيها موجودة متعرفة جوه البرنامج يعني. وكمان الفانكشن بتاعتها جوه البرنامج معروفة، يعني انا لو جيت كتبت مثلا الاند، فهنا مثلا كتبت مثلا اي وبعد كده بي وبعد كده سي، فهو كده فهم ان الاي ده الاوتبوت، وبعد كده البي والسي دول الاتنين انبوتس بتاعتنا تمام. الديلي اللي انا بعمله، بعمل الديلي ازاي؟ بقوم عامل هاشتاج فوق كده واكتب الرقم اللي انا عايز اعمل له ديلي. لو انا مثلا عايز اخلي الجيت دي تاخد ديلي 10 مثلا يونت تايم، فبقوم كاتب 10 كده، الهاش 10 دي معناها ان الجيت دي ليها ديلي بمقدار 10 يونت تايم. طيب طبعا اللي موجود في المستطيل اللي معانا ده اللي هو البريماتيف نيم، بعد كده الهاش ديلي، بعد كده الانستانس نيم، بعد كده الاوت ان
1 والان 2 هكذا. ده كده السينتاكس اللي احنا بنبدا نعرف بيه الجيتس عندنا في الجيت ليفل موديلنج. فالبريميتيف نيم ده اللي هو اسم الجيت بتاعنا يعني. بعد كده هاش ديلي زي ما قلنا، انا بكتب هاش، بعد كده اكتب الرقم اللي انا عايز اعمل ديلي بيه. بعد كده الانستنس نيم ده اوبشنال، انا عايز اكتبه او مش عايز اكتبه عادي مش هيفرق معايا في حاجه. لازم اكتب الاوتبوت الاول، بعد كده اكتب الانبوت بعدها، تمام زي ما هو موجود معانا في المثال اللي تحت ده. اند بعد كده ده البريميتيف نيم والهاش ديلي اللي هو هاش 1. فانا هنا بعمل ديلي ب 1 سايكل مثلا او 1 كلوك سايكل، والانستنس نيم اللي هو الاي 1، وبعد كده الاوتبوت اللي هو مثلا مسمينه احنا هنا اوتبوت، والان 1 برضو مسمينه ان 1، والان 2 مسمينه ان 2. ده عادي ما فيهاش مشكله. مثال كمان، المثال ده عباره عن ان انا معايا في الصوره اللي معايا دي عندي 3 جيتس. عندي اول جيت اند، بعد كده جيت نوت، بعد كده جيت اور، والاي ده هو الاندنج بتاع الاي والبي، وعندي السي بار داخل مع الاي ويخرج على الاوتبوت اكس معمول له اور، وفي الخارج بتاع النوت جيت خارج كواي لوحده. فانا مثلا هبدا اعرف الكلام ده بالفيرولوج، فعامل موديول للكلام ده. الموديول ده عايزين نسمي الكلام ده مثلا، فنقول ان ده سيمبل سيركت او اي اسم احنا عايزين نديه مثلا. بعد كده المفروض هنبدا نكتب الاوتبوت الاول اكس، بعد كده واي، وبعد كده هندي الانبوتس بتاعتنا اي وبي وسي. بعد كده هنقول ان الانبوتس عباره عن اي وبي وسي، والاوتبوت بتاعنا عباره عن اكس وواي، والاي ده واير. واير معناه انه زيه زي الواير العادي، زي السلكه العاديه في الهاردوير، ان ده حاجه موصله ما بين حاجتين. يعني الواير ده الواير اي موصل ما بين الاوتبوت بتاع الجيت 1 اللي هي الان، والجيت 3 اللي هي الاور. بعد كده ببدا اكتب الجيتس بتاعتنا زي ما اتفقنا. فانا عندي 3 جيتس اند اور ونوت، فالمفروض ان انا مثلا هبدا بالان، فاقول ان الان دي ده الجيت 1 عباره عن الاوتبوت بتاعها اي وداخل لها اي وبي كانبوتس. بعد كده ابدا ابص على النوت، فالمفروض ان الاوتبوت بتاعها واي وداخل لها سي، واجي ابص على الاور مثلا، فالمفروض ان الاوتبوت بتاعها اكس والانبوت بتاعها اي وواي. وبعد كده كده مش محتاج اعرف حاجه تانية في الموديول بتاعي. لو جيت انا مثلا اعمل سيميوليشن للكلام ده وبدات اطبق انبوتس معينه، فالمفروض ان على حسب الانبوتس اللي انا بطبقها الاي والبي والسي هو بيبدا يحسب لي قيمه الاكس والواي كلوجيك. بعد كده ندخل على الداتا فلو موديلنج. في الداتا فلو موديلنج انا بستخدم حاجه اسمها كونتينوس اساينمنتس والكي وورد اساين، بمعنى ان انا هنا كل اللي انا بعمله بالاساين ان انا بكتب البوليان الجبرا بتاعها. يعني مثلا على سبيل المثال، في المثال السابق ده مثلا انا عندي الاي المفروض انها عباره عن اندد الاي والبي، فانا هكتب اساين اي اندد مع الاي والبي. مثلا الاكس مثلا عباره عن اورينج للاي مع الواي، فانا هكتب ان اساين اكس ايكوال اي اورينج واي. الكلام ده هنشوفه في المثال برضه. طيب السينتاكس بتاع الاساين ده انا بكتبه ازاي؟ ببدا اكتب الاساين، بعد كده درايف سترينث، بعد كده ادي الي، بعد كده ليست اوف اساينمنتس. يعني الدرايف سترينث دي الحاجه اللي انا عايز اطلعها على الاوتبوت، او ده الاوتبوت بتاعي مثلا. والهاش ديلي ده برضو اوبشنال، انا ممكن اعمل ديلي ممكن ما اعملوش. والليست اوف اساينمنتس دي الحاجه اللي بتكون على الرايت هاند سايد، تمام. طيب هو مثلا مديني مثال ان انا معايا واير اوت مثلا، وعايز اقول ان الاوت ده عباره عن الفاريبل 1 اندد مع الفاريبل 2، فدي كده تعتبر بوليان الجبرا مثلا. ان انا قلت ان الفاريبل 1 اندد مع الفاريبل 2 هيديني الاوتبوت واي. فهو بيقول لي ان الاساينمنت اكسبريشن از ايفالويتد از سون از وان اوف ذا رايت هاند سايد اوبيرنس تشينجز اند ذا فاليو از اساين تو ذا ليفت هاند سايد نت، بمعنى ان مجرد ما بيحصل تغير في الرايت هاند سايد على طول تلقائي بيحصل تغير في الليفت هاند سايد. يعني كده انا اقدر اقول ان الليفت هاند سايد معتمد اعتماد كلي على الرايت هاند سايد. مش لازم الاثنين طبعا يتغيروا مع بعض، لان طبيعي مجرد ما واحد فيهم يتغير قيمه المعادله كلها هتتغير، وبالتالي القيمه دي هتطلع على الاوتبوت وتتاساين فيه، هتفضل موجوده فيه لحين تغير تاني جوه في الفاريبل 1 او الفاريبل 2، والقيمه الجديده تطلع وهكذا. The left hand side must be net and cannot be registered.
بمعنى الليفت هاند سايد ده اللي هو الاوتبوت قيمته معتمد اعتماد كلي على الانبوت، انا ما اقدرش اغير فيه بايديا، فانا لازم اخليه من النوع نت، انه واير يعني انه حاجه معتمده على الانبوت مش انا اللي بقسم فيها. لو كان ريجستر طبعا ما كانش ينفع، لان الريجستر ده معناه ان انا بديله قيمه يخزنها لحد ما تبدا القيمه اللي بعدها تتغير، وانا طبعا ما بديلوش قيمه يخزنها. طبعا الرايت هاند سايد ممكن بقى اخليه نت وممكن اخليه واير، يعني انا لو خليت مثلا فاريبل 1 ده ثابت ما بغيرش فيه، وخليت variable 2 بغير، طبيعي برضو المعادلة هتتغير. تمام، فتعالوا مثلا على سبيل المثال كده نتكلم عن ال data flow description بتاع الاربعة في واحد multiplexer ده مثلا. تمام، فانا هبدأ كالعادة اعمل الموديول بتاعي، وبعد كده هبدأ اديله النيم اللي هو max 4 في واحد، وعندي احط له بعد كده البورت ليست الاوتبوتس والانبوتس بتوعي. تمام، بعد كده ابدا اعرف ايه انبوت وايه اوتبوت. فانا عندي مثلا انبوت اي 1 اي نود اي 1 اي 2 اي 3، وعندي سيلكتورز برضو اس 1 واس نود. تمام، عايز اعمل بقى الداتا فلو ديسكريبشن. فاحنا اتفقنا ان احنا في الداتا فلو ديسكريبشن انا بكتب البوليان الجبرا اللي بتتحكم في الديزاين بتاعي. فعلى سبيل المثال مثلا انا عندي الواي عبارة عن اورنج للاند اللي طالع من اول واحد، والاند التاني والاند التالت والاند الرابع. طيب المفروض ان انا الاندنج دي انا بعملها الاول. فلو انا مثلا جيت بصيت كده على اول اند جيت فوق خالص، المفروض انها عبارة عن اندنج الاي نود، وبعد كده اندنج للاس 1 بار. تمام، وبعد كده معمول لها اندنج برضو مع الاس نود بار. تمام، طيب يعني هنا كده المفروض ان دي اي 1 معمول لها اندنج مع الاس نود بار والاس 1 بار. لو جيت بصيت على الاند التانية اللي هي دي، هيبقى عندي اي 1 معمول لها اندنج مع الاس 1 بار. تمام، ومعمول لها برضو اندنج مع الاس نود من غير بار، فدي كده الاند التانية اللي معاي. تمام، بعد كده لو انا جيت بصيت على الاند التالتة دي، هلاقي انها معمول لها اندنج للاي 2، معمول لها برضو اندنج للاس 1 من غير بار، ومعمول لها اندنج برضو مع الاس نود بار، فدي كده الواي التالتة. بعد كده لو انا جيت بصيت على الواير الاند جيت الرابعه دي، هلاقي ان دخل لها اي 3 كاندنج. تمام، ودخل لها اس نود عادي من غير بارنج، والاس 1 من غير بارنج. المفروض ان انا بعمل بقى اورنج للكلام ده كله مع بعضه. فالمفروض ان انا هنا ادي الاور الاولانيه، وادي الاور الثانيه، وادي الاور الثالثه. تمام، ودول الاربعه، دول كده الاربعة جيتس بتوعي. وكده هو فهم ان انا عامل اورنج للكلام ده، وطبعا الواي ده الاوتبوت بتاعي. فالمفروض ان معادلة الواي بره هنا خالص، المفروض انها هتكون مساوية لكل البوليان الجبرا ده. طيب لو انا بقى عملت حاجة اسمها conditional operator، يعني ايه بقى conditional operator؟ حاجة كده زي الاف في السي مثلا، ان اف كذا حصل اعمل كذا. فانا مثلا على سبيل المثال لو انا عملت ماكس 2 في 1، فالمفروض ان احنا عارفين ماكس 2 في 1 ده بيكون لي 2 انبوتس وواحد سيلكتور واوتبوت واحد. تمام، فالمفروض مثلا ان لو السيلكتور ده ب1 مثلا، لو السيلكتور ب1 انا اختار واحد من الانبوتس، ولو السيلكتور ب0 انا اختار الانبوت التاني. فهو هنا ده برضو نفس اللي حصل بالظبط. فهو هنا بيقول لي موديول ماكس 2 في 1 اي نود واي 1 وسيلكت والواي. تمام، وقال ان الانبوتس الاي 1 والاي نود والسيلكت، وعندي الاوتبوت الواي. هو قال الساين اللي هبص على السيلكت، لو السيلكت بتاعي بواحد انا هختار الاي 1، لو السيلكت بتاعي بزيرو انا هختار الاي نود. فالسينتاكس اللي بيتكتب هنا ان انا بكتب الحاجه اللي انا عايز اتشيك عليها، بعد كده بعمل علامه استفهام. علامة استفهام دي معناها ان لو الحاجة دي ترو انا هنفذ اللي بعد علامة الاستفهام. يبقى انا بحط بعد علامة الاستفهام الحاجة اللي انا عايز انفذها لو الحاجة اللي انا بتشك عليها
ترو. طيب لو الحاجة اللي انا بتشيك عليها فولس بحط الحاجة التانية اللي انا عايز انفذها وبعد كده السيمي كول. ده كده السينتاكس بتاعنا.